فناتير، ايش هي فناتير؟ ايش تقدم وايش تسوي؟ طبعا هذا الاسم التجاري. شركة فناتير العالمية للتربية. احنا متخصصين في تجهيز رياضة الاطفال. وبيع في تجهيز رياضة في تجهيز رياضة الاطفال وبيع العاب تعليمية والعاب الساحات والحدائق. جميل. مع الفكرة اللي موجودة هنا ان احنا جددنا اوكي اركان الروضات. جميل. بتنسيق مع اكبر الشركات العالمية من برا. جميل. وسويناها ضمن مزيج ومنها حاولنا ان احنا نعرضها هنا بحيث انه يعني الثقة في الناس عن بيئة صفية للروضات. ايش ايش الوسائل الجديدة؟ كيف يقدر يتفاعل الاطفال مع الاركان هذه؟ هذه هي الفكرة. هذه اول مرة تشاركوا في المعرض؟ لا والله ثالث مشاركة. وما رأيك؟ ايش الفرق بين المعرض هذا 2013 والمعرض السابق؟ والله شوف بصراحة المعرض هذا انا يعني شايف الاقبال العام كان افضل بس هذا العام الماضي؟ اي لكن التنظيم هذا كله الحمد لله على ما رب. لكن الاقبال اقبال الناس خصوصا الناس اللي يمثلوا التعليم اللي هم الهدف اللي المفروض ان احنا نتواصل معهم. يعني ماني شايف يمكن اللي في الرياض واللي حولنا الرياض لكن الاماكن الثانيه ما طيب. الى الان ما شفت احد. يمكن يجون الخميس ان شاء الله عشان اجازات. ممكن يكون الخميس. خليني اسالك انت تتعامل هل تتعامل مع اي مؤسسات رسميه ولا فقط انت تصنع وتبيع لمين؟ مين سوقك المستهدف غير المؤسسات؟ انا الخطوط اللي بشتغل عليها بستهدف الوزارات والدوائر الحكوميه بصفه عامه، مدارس والشركات والقطاعات الخاصه والافراد، حتى الافراد يعني انا عندي فرد كيف يستفيد منك؟ من يعني من وين تبيعون؟ في عندنا فروع في جميع انحاء المملكه تقريبا. جميل. الهدف انه بدال اليوم ما نشتري لاطفالنا اشياء ما يستفيدوا منها، يشتروا لعبه ويستفيد منها في النهايه، هذا هو الهدف. يعني هي يمكن حتى الالعاب احنا ما جبناها هنا، كنا مركزين على الاساس حق رياضه الاطفال، يعني هذا قطاع من قطاعاتنا اللي احنا بنشتغل عليها، لكن في المعارض فيه، يعني انت تيجي تشتري لولدك اليوم تبغى لعبه تشتري له اياها عشان يستفيد منها في النهايه. صح. يعني انت حتنبسط لما ولدك تشتري لعبه وتعلم عمليه الحساب الاربعه جمع وطرح وضرب القسمة. انتم بتدمجوا ما بين الترفيه والتعلم. بالضبط، هذا هو الهدف. كونسبت، هذا كونسبت عندكم. جميل. هذا الترفيه والتعلم، هذا هو الهدف او الرساله تبع الشركه. بالضبط. من اي توزد، يعني مو انت الحين متعلم الطفل مو بس تشتري اللعبه وتعلم، لا تصنع كمان البيئه اللي المفروض يتعلم فيها. جميل جميل. احنا يعني هذه تعتبر هي بيئه مناسبه ان الطفل يقعد ويتعلم، أو إنك تجيب لعبة مفيدة هذه برضو مساعدة، إنه الطفل يتحرك في الأوت دور برضو هذه مهمة جدا، بدل ما يقعد يقضي وقته كله هو جالس لابد كمان يتحرك. منتجاتكم معروضة على موقع إلكتروني أو في عندنا موقع حاطين يعني كل لعبة إيش الاستراتيجية والهدف حق العمر الافتراضي. يعني إحنا لازم في النهاية اليوم عشان تشتري لعبة كمان لازم تعرف ايش الشيء المناسب لك. صح صح. لان لو ما كانت مناسبة لا ممكن تضره في النهاية. صح. ممكن يستخدمها بشكل خاطئ وتضره. صح. هذا هو. يعطيك العافية. حياك الله. وشركة جميلة وفكرة جميلة. حياك الله. وان شاء الله بالتوفيق يا رب. الله يوفقك. ولما ننشر هذا على اليوتيوب